وللحديث عن التظاهرات فيرا معنا من صيدا اللبنانية مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب، مرحبا بك معنا. أهلا بكم. كيف تفسر خروج هذه التظاهرات الكبيرة في إيران تحت دعوة أو بسبب ارتفاع أسعار الوقود؟ هناك تراكم كبير للأزمات الاقتصادية في إيران على امتداد السنوات الماضية نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة التي مارسها النظام الإيراني من حيث التركيز على تمويل السياسات الخارجية وخدمة الطموحات الإيرانية الخارجية من التوسع في العالم العربي وغير العالم العربي على حساب استقرار الشعب الإيراني ورفاهيته وتأمين الحاجيات الأساسية له. فجاء رفع سعر الوقود كالشرارة التي أشعلت النار في الهشيم والتي لم يعد يتحمل الشعب الإيراني المزيد من الغلاء ومن ضعف الخدمات ومن نقص المواد الأساسية. السياسة الإيرانية هي سياسة عملت على تدمير الاقتصاد الإيراني وعلى إفقاد الثقة ما بين الشعب الإيراني والنظام الحاكم مما أدى إلى الانتفاضة التي نراها اليوم. نعم سيد حسن، هل تعتقد أن ما حصل في العراق أو ما يحصل في العراق الآن شجع الإيرانيين على الخروج في وجه النظام؟ اليوم مع قوة الإعلام المرئي والمسموع ومع سهولة التواصل عبر الهاتف وعبر الإنترنت وعبر كافة وسائل الاتصال، ما يجري في لبنان اليوم وما يجري في العراق طبعا شجع الشعب الإيراني على الحراك. أيضا شاهد خروج المواطنين رافضين سياسات الظلم والقهر والرفض المطلق للسياسة الدينية التي يتبعها النظام الإيراني كما يتبعها النظام العراقي، وكذلك هيمنة حزب الله هذا التنظيم الديني الذي ترعاه إيران على الجماهير اللبنانية. هذا الوضع، هذه الانتفاضة في هذه الدول أعطت روحا ثورية للشعب الإيراني الذي عانى طوال 4 عقود من هذا النظام الإيراني، فكان لابد من أن يتأثر بالواقع، بالواقع العربي، وبالتالي نشهد هذا الانتفاضة الإيرانية المباركة. نعم، أشكرك سيد حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، كنت معنا من لبنان.